المخيم كله مفقود، يعني هذول الجهال شنو ذنبهم؟ ما شافوا من ما شافوا ابوهم، هم كان يبلغ ما شهرين ومن راح ابوهم، يتمنون كل عيد كل عيد يتمنون ويشوفون ابوهم. يلا عدمن عدمن يلا نريد يحيون علمهم، اذا هم ميتين يقولون يابا ماتوا، اذا هم طيبين يقولون طيبين حتى نعرف انه طيبين تاملهم. شو نسوي يابا؟ جوع مسنا، عطش مسنا، كله متحملينه، بس نريدهم هم، بس نريد ولادنا، ما نريد كل شيء. والله يابا برين بمام الله كل شيء ما عدهم. يمكن لو نغير اسمهم ونصرح الناس بحقيقتهم، المغيبين المختفين قسريا، نقول ممكن نسميه المغدوري. المغدوري طيب، او الاسم الصحيح عليهم هم المغدوري، المغدورين فارقوا الحياة. المغدورين فارقوا الحياة. اهدعش واحد بس من عندنا خذوه، ما ندري وين خذوه. هسه أنا أريد أشتري هدوم للمدرسة ما عندي، حتى المدرسة ما يسجلوني إلا أبويا هنا.